أنا منهك من زمن العار. لأني غرقانة فيك. الصعوبة الأكبر في العمل إنك أنت تصور دمشق الراهنة في دمشق الراهنة. لكان بيطلع لك لأنك رجل أمن. إيش عم تعفس على البقلة؟ أنا رجل أمن عم تصور. أنا أستطيع أن أجزم بأن الدراما إلى الآن لم تخدم هذه القضية الأساسية اللي هي القلب، واللي هي إذا رجعنا للعار أنا برأيي هي الضغط الأساسي اللي مورس علينا اللي اسمه إسرائيل الموجود جاثم على قلوبنا وعلى عقولنا.